طبعا الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في إنجاح العملية التعليمية، بينما الكتب المدورة التي يحل فيها الأسئلة فلا يبدع الطالب فيها، حيث ينتقي السؤال المحلول ثم يتابع. طبعا لا يخفى على أحد أن طباعة الكتب المدرسية بحاجة إلى مبالغ كبيرة حقيقة على مستوى المحرر. حاليا لا يوجد حلول إلا استخدام الكتب التي صدرت ما يقارب 215 ألف نسخة، وأيضا الكتب المدورة القديمة في المدارس. تحية طيبة لكم متابعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج أوراق طلابية. بالرغم من كثرة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في إدلب، والتي تتمثل بقلة الدعم ونقص توفير الكتب الجديدة للطلاب وغير ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم في إدلب بتوزيع الكتب الجديدة على المدارس. أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع أطرحها على ضيفي الأستاذ زياد العمر، معاون وزير التربية والتعليم في إدلب. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد. حياكم الله وبياك، أهلا وسهلا أستاذنا. أستاذ زياد، بما أنكم بدأتم بتوزيع الكتب الجديدة على المدارس، حبذا لو تحدثنا عن أهمية الكتاب المدرسي بالنسبة للعملية التربوية. طبعا الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في إنجاح العملية التعليمية، فالطالب الذي يتمتع بالكتاب المدرسي الجديد لديه يصير لديه حافز التقدم في العملية التعليمية، وأيضا عملية متابعة التطور هذا العمل الدراسي لديه ولدى معلميه. أستاذ زياد، ما هي مخاطر عدم تأمين الكتب الجديدة بالنسبة للعملية التربوية؟ طبعا عدم تأمين الكتب الجديدة واستخدام الكتب المدورة يؤثر سلبا على الطالب، حيث يقتل فكرة الإبداع لدى الطلاب. فالكتاب الجديد وأسئلته يحتاج الطالب ويفكر ثم يجيب، بينما الكتب المدورة التي يحل فيها الأسئلة فلا يبدع الطالب فيها، حيث ينتقي السؤال المحلول ثم يتابع، وهذا يؤثر سلبا على أدائه إن كان في المدرسة وإن كان في التطور التعليمي. يعني تقصد أستاذ أننا نجمد تفكيره عندما يرى كل شيء جاهز ومحلول؟ نعم، هذا يؤثر سلبا، فلا يشغل عقله في الإجابة على الأسئلة الموجودة في نهاية البحث. أستاذ زياد، ما هي التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم في تأمين الكتب المدرسية؟ طبعا لا يخفى على أحد أن طباعة الكتب المدرسية بحاجة إلى مبالغ كبيرة حقيقة على مستوى المحرر، فهذه التحديات هي تحديات مالية كبرى، وأيضا تحديات في عمليات الطباعة. فلذلك تلجأ وزارة التربية ومديريات التربية إلى التعاون مع المنظمات الداعمة، وعلى رأسها منظمة قطر الخيري. فقامت قطر الخيري لهذا العام بتأمين ما يقارب 40% من احتياجات الطلاب، فنسخت ما يقارب 215 ألف نسخة من الكتب المقررة، والآن الكتب بدأت توزع على كافة المحرر، ومستمرة في التوزيع على كافة المحرر وفق المجمعات التربوية ووفق نسب وجود الطلاب في كل مجمع. نعم، أفهم من كلامك أستاذ أن هذه النسبة التي دعمت بها قطر الخيرية من الكتب لا تسد احتياجات جميع المدارس. طبعا أستاذ، 40% لا تكفي هذه الاحتياجات، لذلك لجأت وزارة التربية والتعليم أيضا إلى استخدام المدور، الكتب المدورة، لسد بعض النقص في المدارس. وأيضا هناك بعض المنظمات التي تتبنى مدارس، بعضها يتبنى الكتاب المدرسي، ولكن هذه النسبة لا تتجاوز من الكتاب المدرسي دعم ما يقارب 2% من الكتاب. نعم، معنى ذلك أنه لا يوجد حل آخر غير استعمال أو استخدام الكتب المدورة للمدارس. طبعا حاليا لا يوجد حلول إلا استخدام الكتب التي صدرت ما يقارب 215 ألف نسخة، وأيضا الكتب المدورة
القديمة في المدارس. أستاذ زياد، هل سيتم توزيع الكتب الجديدة على جميع المجمعات التربوية أم سيقتصر على بعض المجمعات أو بعض المدارس؟ طبعا سيتم توزيع الكتاب المدرسي على كافة المجمعات، وذلك وفق نسب محددة حسب حاجيات المجمع وعدد الطلبة الموجودة في المجمعات. ما هي آلية توزيع هذه الكتب الجديدة؟ وأين يتم طباعتها؟ وعلى نفقة من؟ على نفقة فقط قطر الخيرية؟ طبعا الكتب الجديدة تتم طباعتها في تركيا على نفقة قطر الخيرية. أما عن آلية التوزيع في المناطق جميع المحررة، آلية التوزيع هناك مديرية عامة للمطبوعات والكتب المدرسية وفق برنامج مسبق، وهناك لجان تقوم بالتوزيع على كافة إيصالها للمدارس والتوزيع عبر المدارس بشكل عام. لماذا لا يتم التواصل من قبل وزارة التربية والتعليم مع جهات أخرى غير قطر الخيرية لتأمين هذه الكتب للمدارس؟ طبعا الوزارة لم تدخر جهد مطلقا في إيصال صوتها والتواصل مع كافة المنظمات وكافة الداعمين، طبعا على رأسهم قطر الخيري، لأجل تأمين طباعة الكتاب المدرسي، ولكن حاليا فقط قطر الخيري هي التي تتولى الطباعة. نعم أستاذ، بالنسبة للكتب التي وزعت من قبل في الأعوام الماضية والتي توزع الآن، نلاحظ غياب نسخ كتب التربية الإسلامية والاجتماعيات، ما هو السبب؟ طبعا هذا الغياب نعزه، لا تطبع قطر الخيري هذه الكتب، نحن إن شاء الله سنحاول طبعا تأمين هذه الكتب عبر المطابع الداخلية. نعم أستاذ، المناهج التي تدرس حاليا في المحرر، نعم، برأيكم هل تلائم هذه المناهج واقعنا العربي والإسلامي؟ هل هي ملائمة لفكرنا كعرب ومسلمين؟ طبعا أستاذ، المناهج حقيقة هناك قسم لا يلائم مناهجنا ولا يلائم الواقع الثوري في المناطق المحررة وواقعنا العربي والإسلامي. طبعا نحن منذ بداية التحرير قمنا بحذف بعض الكتب مثل القومي لأنها تمثل طبعا النظام السابق وفكره، وقمنا بحذف بعض الأبحاث، وثم أجرينا تنقيحات مستمرة، وكتبنا الحالية هي كتب منقحة وبما يتناسب مع واقع المحرر وواقع الديني والفكري للمحرر. نعم، معنى كلامك أستاذ أن الكتب التي تدرس حاليا في مدارسنا هي تلائم فكرنا وتلائم واقعنا. نعم، هذه الكتب بعد التنقيح تلائم المنطقة، ونحن نقوم في لجان تنقيح مستمرة على مواكبة التطور العلمي في المجتمعات المحيطة وفي المجتمعات العالمية، لكي نحاول أن نغني مناهجنا بما يناسب الواقع العالمي في التطور. أستاذ زياد، سنأخذ فاصل قصير نشاهد من خلاله آراء بعض المعلمين وآراء بعض الطلبة بالنسبة لموضوع المحذوفات في كتب التاسع والبكالوريا. حياك الله. ما هو رأيك بموضوع المحذوفات؟ المحذوفات بشكل عام هي كويسة لطلاب البكالوريا، لأنه بشكل عام النظام النصاري ما خلانا ندرس قبل السنوات العشر والحادي عشر، مشان هيك إذا الواحد طفى البكالوريا يعني قولتهم دغري بيلاقي صعوبة كبيرة، مشان هيك المحذوفات المنعة بتلزمنا بالمستقبل حذفونا، يعني المحذوفات بشكل عام كويسة. ما هو رأيك بموضوع المحذوفات؟ هو أمر جيد، يعني خاصة وضعنا هذا، أنه فيش مثلا دروس مي مهمة يعني حذفونا إياها، وهذا بشيء بسهل علينا كأنه أول مرحلة أنه أول شهادة نحن عنا كتاسع. طيب هل المحذوفات تصب في مصلحة الطالب أم العكس؟ لا هي طبعا يعني كطلاب أساس هي أمر جيد، وخاصة أنه وضعنا هذا أساس تخفف علينا كثير وتسهل لنا لقدام. طيب هل التوقيت الذي صدر فيه المحذوفات مناسب أم متأخر؟ لا طبعا مناسب، لأنه أول شيء بداية العام الدراسي وما صار فينا مثل السنوات الماضية أنه إجا قبل بشهر ورجعوا محذوفات، فخلص من أول السنة عرفنا إيش علينا وإنه إيش حفظنا وإيش. ما هو رأيك بموضوع المحذوفات؟ رأيي بموضوع المحذوفات رأي كل الطلاب إنه المحذوفات أمر كويس إنه ينحذف في هذا الوضع اللي إحنا عايشينه حاليا، فأمر جيد. طيب هل المحذوفات تصب في مصلحة الطالب أم العكس؟ بالطبع
لأنه الطالب في هالوقت هذا في هالظروف اللي عم نعيشها، ظروف حرب، تهجير، قصف، ظروف يعني حالي كويس إنه المحذوفات تكون موجودة. المنهاج كضخم كبير لازم يكون في يعني تخفيفات على الطالب. طيب التوقيت اللي صدر فيه المحذوفات مناسب؟ مناسب بالطبع، في بداية العام الدراسي الطالب بيعرف شو مطلوب منه، شو المحذوف، بحيث إنه ما يصير تلاعب في الطلاب مثل ما تصاح هذيك السنة مثلا. ما هو رأيك بموضوع المحذوفات؟ طبعا هو أمر جيد، يعني يهم الطالب مثلا، ممكن المنهاج أحيانا يكون ضخم شوي، فيعني المحذوفات تسهل شوي المنهاج على الدراسة. هل المحذوفات تصب في مصلحة الطالب أم العكس؟ أكيد، يعني مثل ما قلت لك، يعني المنهاج أحيانا بيكون ضخم شوي، أحيانا مثلا في دروس غير مهمة. طيب هل التوقيت الذي صدر فيه المحذوفات مناسب أم متأخر؟ متأخر حاليا بالنسبة لنا كمعهد، يعني نحن بنداوي من قبل المدرسة يعني بفترة منيحة، يعني المفروض تصدر المحذوفات قبل يعني قبل بداية المدرسة حتى، يعني مثل نحن مثلا درسنا عدة شغلات يعني المفروض ما ندرسها، يعني تاخذ منا وقت وجهد، يعني صدرت المحذوفات يعني بوقت متأخر قليلا. يعني هل المحذوفات تصب في مصلحة الطالب أم العكس؟ طبعا هي بتصب بمصلحة الطالب، خاصة في وضعنا في المحرر هون، في كتير ناس منقطع عن الدراسة لسنين طويلة وعادت، فالمحذوفات هي يعني مثل محفز لألون، يعني وبتساعد الطالب على إكمال مرحلته التعليمية. طيب برأيك أنت كطالب، هل التوقيت الذي صدر فيه المحذوفات مناسب أم العكس؟ بالطبع هو أفضل توقيت لصدور المحذوفات هي بداية العام، مشان ما الطالب يضيع وقت في الدراسة وبعدين يجي شيء محذوف، ومثل ما صارت مشاكل في الأعوام الماضية، فهاي السنة أفضل شيء أنه هن وضع المحذوفات في بداية العام، وإن شاء الله تكون هي ثابتة. أستاذ، ما هو رأيك بموضوع المحذوفات؟ طبعا بالنسبة للمحذوفات هي بالأساس يعني ما لازم يكون في محذوفات بالمناهج، بالنهاية المناهج مدروسة، بحيث أنه كل المعلومات تلزم في المراحل الجامعية. طبعا سابقا كان في حذوفات كتير كبيرة على مادة الرياضيات، وهذا كان يؤثر سلبا بالمرحلة الجامعية على الطلاب. هلق حاليا المحذوفات الجديدة طبعا فيها نوع من التوازن إلى حد ما، يعني بعض الفقرات المهمة تم استرجاعها بالمادة الرياضيات، المسائل صارت كميتها مناسبة وأفضل من القبل، وهذا الشيء كتير كويس لصالح الطلاب، وبيخلي الطالب طبعا يطلع متمكن على الجامعة. طيب هل المحذوفات تصب في مصلحة الطالب أم العكس؟ طبعا لا، يعني الحذف هو شيء سلبي وليس شيء إيجابي. المعلومات الموجودة بالمناهج كلها لها فوائد في المراحل الجامعية، مثل ما قلت لك، يعني مو معقول معلومة موجودة بالمنهاج نحن وقت عم نحذفها ما يكون لها أبعاد بالمراحل الجامعية. المعلومات كلها مهمة بالنسبة للطالب، أنا برأيي دائما لازم تكون المعلومات تكون كاملة ومتكاملة حتى يطلع الطالب على المرحلة الجامعية يكون طالب متمكن ويحسن يتابع دراسته بالجامعة. أستاذ زياد، قبل أن تعطينا رأيك بما سمعت في استطلاع الرأي حول موضوع المحذوفات، على أي أساس يتم حذف هذه الأبحاث من منهاج التاسع والبكالوريا؟ هل هناك آلية معينة؟ طبعا آلية حذف بعض الأبحاث، تحذف من بعض الكتب أبحاث التي لا تناسب الواقع في المجتمع الذي نعيشه في المحرر، وأيضا هناك بعض الأبحاث التي لا ترتبط في التطور العلمي، حيث أن العلوم تطورت من بداية الثورة حتى الآن كثيرا في واقع المحيط والواقع العالمي. ما رأيك بما سمعت أستاذ في الاستطلاع؟ طبعا الاستطلاع يتحدث لدى الطلاب ولدى المدرسين أيضا عن إيجابيات أو سلبيات المحذوفات. طبعا نحن في مديرية المناهج أيضا هي التي تدرس قضايا المحذوف والمطلوب بناء على الموجهين الأخصائيين لكل مادة، حيث يتم عمل ورشات مستمرة لأجل تثبيت المحذوف أو المطلوب في مناهجنا، وكان العمل لهذا العام الحمد لله عمل جيد، حيث كل منذ أيام بظهور المحذوف والمطلوب، وهذا يعتبر إنجاز في بداية العام حتى يتدارك الطالب والمدرس أبحاث المطلوبة. أستاذ زياد، هل من كلمة أخيرة توجهها لأولياء أمور الطلبة الكرام بالنسبة لموضوع الكتب الجديدة؟ طبعا أهالينا الأفاضل، طلابنا الأعزاء، نحن نطمح بالرقي في المناهج جميعا، ولكن نطلب منكم
وإن شاء الله كلكم تعاون أن تحافظوا على الكتب والنصح لأبنائنا الطلبة بالمحافظة على الكتب بشكل عام، لأن الأعداد قليلة حتى نستطيع استخدامها مستقبلا لأبنائنا الطلاب. الأستاذ زياد العمر، معاون وزير التربية والتعليم في إدلب، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح وعلى هذا اللقاء، بارك الله بكم. حياكم الله وبكم بارك الله. متابعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء، شاكرين لكم حسن السماع والإنصات، نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.